عنا بسور عم ننبش على بيروت قالوا لنا انه معقول نلاقيها هون أستراجالوس بيريتيوس أو كثيراء بيروت هي نبتة موجودة بس ببيروت وبتحمل اسم بيروت. اكتشفوها بال 1856 العلمين الطبيعيين بيير إدمون بواسيه وشارل إيزادور بلانش. هن كانوا علماء طبيعية عم يستكشفوا بالشرق الأوسط وشافوا إنه هالنبتة موجودة كتير بمنطقة بيروت ومش موجودة بمناطق تانية، فأطلقوا عليها اسم بيروت. أستراجالوس بيريتيوس منا هالزهرة اللي كتير حلوة أو اللي عندها فوايد للسرطان أو للأدوية أو للأكل، بس هي نبتة كتير نادرة وحاملة هوية بيروت. أمل كان عنا إياه هو بمحمية شط سور الطبيعية، بس للأسف وقتا رحنا لنشوفها تبين إنه في نبتة غازية عم تتكاثر كتير بسرعة وعم تاخد محلها. فبمساعدة الجيش اللبناني، الدفاع المدني، البلدية وأهل المنطقة قدرنا نتخلص من هيدي النبتة ونحمي بيروت. ولنقدر نحافظ عليها لمينا البذور تبعها واحتفظنا بقسم منهم بمختبر جذور لبنان وفرخنا القسم الثاني. قربنا نلاقي طريقة كرمال ندمج التراث الطبيعي مع التراث الثقافي، لهيك قررنا أنه ندخل بيروت على موقع السور التراثي، وبموافقة المديرية العامة للأثار دخلنا النباتات اللي زرعناهم بمختبر جذور لبنان على الموقع. المشروع بيتناسب مع الخيار الأساسي لإلنا للمواد الخضراء اللي ممكن نزرعها بهذا الموقع، فإعادة زراعتها بهذا المكان وإعادة إنتاجها بالطريقة اللي عم بتصير بموقع صور يتماشى مع السياسة اللي إلنا باختيار المناسب، وبالأخص إنه هذه النبتة صار لها مثل نوع من القصة التاريخية لوجودها هون اللي أيضا تتماشى مع تاريخ هذا الموقع. أجمل شيء كان لما رحنا وشفناها مزهرة وعاطية كتير بذور، كل زهرة أحلى من الثانية، هيدا بدل على تأقلمها بالموقع الجديد اللي حطيناها فيه وعلى استمراريتها لبعدين. الدراسات العلمية والتقنيات الحديثة خلتنا نكتر عدد الأستراجالوس بيريتيوس وناخد بعين الاعتبار خصائصها الجينية. بما أنه هي نبتة ما بتكبر كتير وما بتجذب العصافير فما بتشكل أبداً خطر على الملاحة الجوية، فليه ما فينا نرجع ندخلها على مطار بيروت يلي هو موقعها الأساسي محل ما فيها تعيش بشكل طبيعي؟